والصلاة والسلام على رسول الله. بنعيد وبنكرر وبنأكد، ازرعها في بيتك وتنعم بفوائدها مجانا، تنعم بفوائد أوراقها، تنعم بالظل الظليل اللي راح توفره، تنعم بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون. شجرتين من هذه المورينجا تكفيك للتخلص من 320 كيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون السام سنويا. شجرة المورينجا هذه التربة، هذه التربة التي تنتعش فيها شجرة المورينجا، بتحب تربة رملية لا هي طينية ولا، هذه هي التربة الممتازة لشجرة المورينجا. اليوم زرعناها، هذه الشتلة زرعناها في بيت صاحبنا وابننا وحبيبنا قتيبة، وبرضو مع الأخ زاهر الخطيب في العاشرة، منطقة العاشرة الشرقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينبتها نباتا حسنا. اليوم مع أول مرة بنحط الشتلة، بنغمرها بالمي، نسقيها ري غمر، بعد هيك يوم بعد يوم، بعد هيك كل أسبوع مرتين بالكثير، بعد هيك كل ما تشوف قتيبة بس تشوف سطح التربة، سطح التربة ناشف جاف، بترطب سطح التربة. ازرعها في بيتك وتنعم بفوائدها مجانا. وصلى الله وبارك. مستمرين في حملتنا، احنا اليوم في العقبة، بكرة ان شاء الله في بعد بكرة في عمان بإذن الله سبحانه وتعالى. منذكر اخواننا في العقبة، سكان العقبة، العقبة جو مثالي لشجرة المورينجا. العقبة جوها، حرارتها، المورينجا تنتعش في الأجواء الحارة، بالتالي احنا اعتمدنا مركز إلنا في العقبة، في محافظة العقبة، مؤسسة الربايع التجارية، موجود هناك بذور، هذه البذور موزعة مجانا لوجه الله تعالى، صدقة جارية عن روح الوالدين الله يرحمهم ويحسن إليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازرعها في بيتك وتنعم بفوائدها مجانا.